كاميرا بنخديل المرة الثانية بحضرنا في زون ميكس هكا ليس كمان. ايه ثاني مرة وفرحان وسعيد بوجودي معكم. مرحبا بيك. باهي ندخل ديريكت في صلب الموضوع، خروجك ما كانش بطريقة واضحة من النادي الإفريقي، شنو هي الأسباب؟ الاسباب انه انا ما عادش مرتاح، معناتها انا كي جيت للنادي الافريقي باش نخدم، جيت باش نخدم الجمعية متاعي، جيت باش نحي المشاكل، نحاول مش نحي، مانيش سوبرمان انا، اما جيت باش نساعد في حل المشاكل. من الاول كانوا ثم معناتها يونونتونت، الناس كل تحكي مع بعضها، نقعدوا على الطاوله نتلموا نحكي، ومن بعد فجاه كل شيء تبدل. رئيس النادي ابارتيغ من شهر ماي اخر العام يبدو انه ما نعرفش شكون زغرت له في اذنه، لا تعرف باش نجيب على نظريه المؤامره وبيحبوا يتيحوا به، فالسيد معناتها قطع مع الناس كل. انا شخصيا وهذا معناتها مضحك، معناتها بالرغم اللي مهمتي الاصليه هي ناطق رسمي، وليت نسمع في الاخبار في كيف الناس كل معناتها ناطق الرسمي ولا يسمع في الاخبار. دونك انا مانيش من العباد اللي يجري ورا البلايص، دونك كهو بنهايه البطوله قلت له ربي وجهك خير وربي معاك وكهو. شنو الاسباب؟ قلت لي من عارف شكون في وضنه، شكون وصف؟ تعرف اكيد كيفاش ما تعرفش؟ لا انا قلت لك هو سي عبد السلام اليونسي، مع الاسف انا مره قلتها كلمه، قلت يبدو انه كرسي النادي الافريقي عنده سحر خاص، رئاسه النادي الافريقي اللي يولي رئيس، نحكي من 2010 رد هنا، اللي يولي رئيس يولي مغروم باللي بارابول اللي تحطوا على جنابي، يولي يسمع البرة. عبد السلام اليونسي مع الاسف اثنين اشخاص خارج الهيئه المديره قاعدين، بالنسبه ليه هما صدق الله العظيم اللي يقولوه هو صحيح، من الهيئه ولا لا؟ زوز خارج الهيئه وواحد داخل الهيئه اللي هو رئيس فرع كره القدم، زوز اصدقائه معناتها، ما عنديش الحق نسميهم على خاطر ما عندهمش صفه، اما نعرف مليح اللي عنده زوز اصدقاء في الاوساط الرياضيه، اصحابه قراب منه يقولوا له معناتها ينصحوه وهو يسمع في كلامهم، ومعاه رئيس فرع كره القدم سي حمزه الوسلاتي اللي معناتها ما نعرفش كيفاش قاعد يسير في الامور. فتشوف النادي الافريقي وين وصلنا معناتها. شبيه حمد الوسلاتي؟ حمد الوسلاتي من المقربين، داير شوف انت الاستقالات اللي صارت في النادي الافريقي، معناتها تقريبا كل اعضاء الهيئه المديره استقالوا. لا مش نفاوها، لا ما موجوده الاستقالات، انا حكيت معاهم شخصيا موجوده، لكن شكون مثلا سميك؟ سي محمد بريده استقال بخلاف فوزي الصغير. محمد بريده استقال هذا اكد عبد السلام اليونسي. محمد بريده سحر استقالت؟ لا لا لا، انا من انا هاي تسمع فيها سحر استقالت، هو ينفي على روحه اللي يحب، انا في تواصل يومي معاهم ناكد لك، تنجم تطلبهم تا يقولوا لك اخر مره تواجدوا كاعضاء الهيئه المديره في قاعده في طاوله لتدارس وضعيه النادي الافريقي يمكن في مارس ولا افريل، ما غيبون ما همش موجودين. تحب نقول لك شنو صار؟ كمان شكون ياخذ الساعه؟ هاني قلت لك بريدع، مجدي حسن، مدام سحر، فوزي صغير، ثم العضو الاخر نسيت اسمه اللي قعد، وانا نقول لك شكون قعد واسهل لي بالنسبه لي انا شكون قعد. قعد سي كريم بن صالح وسي حمزه الوسلاتي فقط، حتى مجدي الخليفي مش موجود، مش موجود. خليل محجوب بعد قبل الجماعه ذو خليل محجوب خرج في تصريح في مزايك قال مو صحيح الكلام اللي قاله، اي ما هو يحب يرجع، يحب يرجع يتقرب للرئيس النادي، يحب يرجع. مجدي الخليفي كيف كيف زاد بعيد، مجدي الخليفي بعيد، وهذه حقيقه لازم يعرفوها جماهير النادي الافريقي، معناتها هو قاعد يتسب واحد لكنه عنده مده كبيره معناتها مغيب. علاش؟ مغيب رئيس النادي، يعني قلت لك ركبت له نظريه المؤامره، بعدهم الناس كل وحده يخدم وحده، تونس كامله تعرف ليه. مجدي مفيه الحكايه هذه، ماني قلت لك عادي انا فيه. كلمته مجدي قال لي كان فما اختلاف مش خلاف على وجهه نظر، لكن تفضت الحكايه ان شاء الله تكون تفضت، هذا شنو نحبوا نحن المعلومات اللي عندك مش هذي، ان شاء الله تكون تفضلت، انا نفرح كي تتفضلوا يعاودوا يتلموا، لانه انا اللي يهمني هو مصلحه النادي الافريقي. انا اعتقد انه مصلحه النادي الافريقي ماهيش باش تخدم بزوز من الناس، يلزم الاعضاء الذين وقع انتخابهم يخدموا مع بعضهم، اذا تفضلت المشاكل ورجعوا نكون اكثر الناس سعاده وفرح بهذا الامر، لكن الحقيقه التي اعلمها انهم مبعدون والى حد اليوم غير موجودون جمله وتفصيلا. قلت لي حمزه الوسلاتي هو سبب انك ما عادش، معناها علاش؟ لا من الاسباب مش سبب، ما ينجمش حمزه الوسلاتي بعدني، اما هو من الاسباب، فهمت؟ اي علاش؟ على خاطر انا كنت واقف له في فرع كره القدم، كان يرتكب في برشا اخطاء، كان يرتكب في برشا اخطاء، ربما هذا راجع لقله الخبره نتاعو. انا كنت تقريبا بالرغم من النطق الرسمي مانيش منتخب،
وذا بشهادة كل المحيطين بفريق الأكابر، كنت أكثر واحد متواجد في التمارين، دونك أكثر واحد نعرف الإشكالات والمشاكل الموجودة، واللاعبين معناتها حتى كي قربت استقربوني، معناتها حتى المشاكل قداش من مرة صارت مشكلة وكنت أنا معناتها موجود وحاولت أن ينفضها. حمزة كانت عنده طريقة في التعامل مع اللاعبين شديدة شوية، معناتها بوتيتر قالوا له يلزمك تكون صارم. 2019 ما نجموش نتعاملوا مع اللاعبين بالطريقة هذه. كيفاش مثلا؟ يعني قلت لك مثلا وقت يطالبوا بمستحقاتهم ردة الفعل تكون عنيفة، ما يقبلوها. شنو عنف؟ عنف مادي معناتها؟ ما ثمش فلوس وكان عجبكم واللي يحب يلعب، فهمت؟ لو ديسكور معناتها الملاعبية ما قبلوهاش لو ديسكور، معناتها تنجم تسألهم ديسكور نتاع حمزة مش مقبول، ووصلت إلى حد العنف في مباراة سوسة في الكوب. معلش أنت كنت موجود اللي شفتك في المباراة سوسة. لا لا. في مباراة سوسة صار عنف قدام الصحفيين، الناس كله احنا وناس كل شافت، معناتها الإعلاميين الموجودين. عنف بين سكون شكون؟ حمزة الوسلاتي اعتدى بالعنف على علي العابدي في الفيسيار. ضربوا معناها؟ ضربوا معروفة، الناس كل تعرفها الحكاية. ضربوا بعد المباراة، ضربوا علي كان يبدل في حوايجه، وفوجي أب رئيس الفرع اعتدى عليه بلك، ما ضربوا بلك. وكريم العواضي كان حاضر، كان يسلم على الملاعبية، لعب في النادي الإفريقي وأصحابه، كان كريم معناتها فريمون قال لي معناتها شيء دوخ تاخ. خاطر طالب وذيك كانت القطيعة النهائية بيني وبين حمزة الوسلاتي، لأنه طلب مني باش نخرج أني جاتاكسي جوز دير الملاعبية، فأنا رفضت، قلت أحمد ربي أني ريضتهم الملاعبية وأنهم رجعوا ويسوسون كلمي. هو ما كانش فما خلاف قبل بيناتكم؟ أنا وحمزة مستحيل كان بيه. في هنا لامني في صحيح، مش نسمعك أنا حاجة، خاطر اللي نعرف أنه حمزة تقلق من الكلام هذا، تقلق طلب هو تنحيته من طلب أنه يتنح داكور، دونك باش يتنح اي طلب هو مازال طول حد الان، لانه طلبوا من السيد مهدي الغربي من الوحيد اللي طلب مهله. حمزه الوسلاتي بنفسه بصريح عبارته في الاجتماع الهائل المديره قال برشا ضغط واعترف. رويش نقول لك حاجه، تعرف شنو باهي في العبد؟ انه يعترف بالليميت نتاعو. حمزه قال انا مازلت جديد وما فيها باس، جيبوا شخص غادي انا ندعم بالفلوس انا وراه كذا، ما نجمش، فهمت؟ المشكل صار مع علي العابدي، ينجم يكون فيه سبب في الحكايه هذه، ينجم يكون واحد من الاسباب. راه وقت الفريق ما يمشيش راه يلزم ديما تبدل، تشوف كلكو شوز كي فابا وتحاول تبدلها، فهمت؟ غلط حمزه في التعامل مع علي العابدي وقتها غلط قبل المقابله المهمه كما غلط وهو بيدو يقول لك غلط، راه مش عار ومش عيب انه واحد يقول راني غلط. بكلامك هذا كان في فيفري اول ما سلمت ظهر لي الخط، بعد ما سلمت بجمعه ظهر لي الثلاثيه كلام. انا شقلت لك توا ما زلت ما سمعتش الكلام ومانيش متذكر، وجبت لك على علي العابدي وحمزه فهم الكلام هذا بالغلط، لانه الاعتراف بالخطا لامك عليه ظهر لي. اي تقعدنا انا وياه وفسرت له، قلت له يا حمزه راه سي بور توا مش ضدك الكلام، راهو انك تخرج للناس، وانا نعاود نقولها مره اخرى، راهو في اجتماع الهيئه المديره قال انا غلطت، ونزيد نعطيك اكثر خزر، لانه كان خلاف حاد بينه وبين مجدي الخليفي، هو خزر المجدي قال خويا انا غلطت، اوكي انا غلطت وانت، فهمت؟ دونك مش عيب راهو، انا غلطت، انا كمال بن خليل اعترف اني اخطات في بعض المرات، اخطات ثم حاجات كنت نجم نتكلم وسكت مثلا، فهمت؟ بيكمل لي حمزه وسيد تنجي وبعد فاش اخطات. دونك حمزه هاني قلت لك هذا هو، دونك من وقتها الامور بون قعدنا راهو قعدنا وفسرت له وحكينا، وقلت له راهو سي بوغ توا ماهوش ضدك، وانت قلت الكلام هذا، انا ما قلتش عليك كلام معناتها ما صارش. بعد كل مره معناتها يبدو بصفته رئيس فرع كره القدم ما قبلش اني نتدخل، وانا ما كنتش نتدخل، حتى انه من المضحكات المبكيات، وهذه فرصه معناتها لاتحداه على الهواء، انه يقول للمحيط نتاع الفريق، يقول لهم السيد قاعد بصفته كمحامي كرجل قانون يتدخل باش يولي هو الافوكا نتاع الملاعبيه. انا اتحداه انه في بيرويا عندي ملاعبي واحد من النادي الافريقي. لست لا وكيل ولا محامي اي لاعب من لاعبي النادي الافريقي، لا السابقين ولا الحاليين، هذا عهد اخذته على نفسي منوب حتى ملاعبي في النادي الافريقي. انا حتى وقت سليم الرياحي وخلافي الشهير مع سليم الرياحي، وجاوني الملاعبيه ناطر وميكاري جاوني لي انا ورفضت. بي جوست ملاحظة، الاسم اللي كنت سامي فيه ماذا بينا نتفاداو شوية، تعرفوا حملة انتخابية تو تجنب الإشهار السياسي، الاسم اللي سميته قبل شوية ماذا بينا ما عادش نذكروه، نقول رئيس سابق. الناس كل تعرفوا شكون به. داكور. لا انا نحكي كوره راهو. اي نعرف واضح. سيرتو خاطر تعرف برنامج ماهوش سياسي تجبد فيه اسم سياسي، اذا تعب هذا كاني اشهار سياسي، دونك نتفاداوه هي. لا هو عنده صفة رياضية. ما عندوش صفة، انا ما نحكيش عليه، انا نقول لك حاجة.
بالنسبه لي انا سي كوم دو شينوا سياسه، ما ندخلش فيها وما عندي بها حتى علاقه. تو نجيو بعد شويه الحكايه كيما هكا. رئيس النادي قال ما عادش حاجتي بيه، خاطر ما عادش حاجتي باش تكون بينيفول. نحب حكايه فارغه، حكايه فارغه، سي دو نامبورت كوا. انا نسالك سؤال، رئيس فرع كره اليد سي فتحي نتمنى له النجاح، واللي انا كنت من اللي انا من العباد اللي نصحت عبد السلام باش ياخذ، ولو انه الامور ماهيش ماشيه برشا في الهون. نقول لك علاش مش ماشيه، تو نقول لك يخلص فتحي ما يخلصش بينيفول، يعطي من مكتوب. رئيس فرع كرة السلة قاعد يخلص، الكاتب العام قاعد يخلص، الكاتب العام مساعد قاعد يخلص، رئيس فرع كرة الطائرة زميلي الأستاذ المقدمين إن وجه له تحية قاعد يخلص. معناتها الكلام اللي قاعد يقول فيه سي دو نامبورت كوا. أخرج وواجه وقول يا كمال ما عادش حاجتي بيك، رانا نختلفوا. أنا نقول لك علاش كمال بن خليل، من الأسباب الكبيرة حمزة الوسلاتي وقت اللي كان باش يخرج السنة من رئاسة فرع كرة القدم وتغشش استقدام مدرب لأسعد الدريدي، تغشش كيفاش كان بيني أنا وبين لأنه لأسعد الدريدي أنا سعيت إلى جلبه منذ شهر أفريل، ما كانش موافق على أسعد أكثر من هكا، قالوا ما عادش راجع. كي مشى له عبد السلام قالوا من بين الشروط نتاعي إني نرجع أنه كمال يبعد. إيش دخل أسعد في كمال؟ فهمتش. حمزة الوسلاتي تغش كيفاش وقع انتداب لأسعد الدريدي بعيدا عنه وهو رئيس فرع داكور. فهمتني، كي مشى له عبد السلام باش يهدي من خاطره ويطيب خاطره لا وارجع ونخدموا مع بعضنا، قالوا نرجع كونديسيون نطق الرسمي يمشي على روحه. وهذا اللي صار. لا انا مشيت وقتها ديجا، هو ما يعرفش لي انا مشيت وقتها. هو انت استقلت والا قالوك ولا شنو بالضبط؟ هو والا كي حسيت انه ما معاش ما هو عبد السلام ما ينجمش يقيل حتى حد، هذه من بين الحاجات اللي انا نلومهم عليه. اخرج وقول راني ناحيه فلان داكور، اخرج وقول علاش؟ يقول لك فك عليا وهكاك، هذاك طبعه. يقول لك تو يفهم روحه. انا منذ شهر وهاو مجدي الخليفي يسمع فيا، منذ شهر ما قلت له مجدي يزي فيه البركه، فيه البركه. قال لي ليه كمال؟ قلت له فيه البركه. قال لي راه وضع النادي الافريقي لا يحتمل انك تخرج اليوم وتقول راه استقلت. قلت له باهي اوكي توفى البطوله نمشي على روحي، وهذا اللي صار وفات البطوله مشيت على روحي. علاش على الخلاف هذا مع حمزه الوسلاتي ولا شنو؟ اخزر اختي نقول لك ما تنجمش تصلح، ما تحس روحك انك تحرض في البحر، دونك زي تمشي على روحك، تمشي على روحك. تو نجيو الملفات العقوبات والخطايا تو اسو بوان. الوضع معناها خايف الكلوب تو بيان سور، ما ثماش. تعرف اللي رئيس النادي تو قداش عنده هو؟ عام. عام واش؟ ما عمل حتى اجتماع، ما حضر في حتى اجتماع. انا راه خدمت مع شريف بالامين 7 نتاع الصباح يبدا في البارك. راه شريف 7 نتاع الصباح يبدا في البارك، راه ما كلمكش بعد ما خرجت من الكلوب جمله حتى اتصال جمله جملة حتى على السلامة. لا تشوفش الطريقة مهية شوية مع شيز عليك تليفون وتجاوزك؟ لا انا راه ما طلبتوش بوريتروني. تيجي نقول لك انا طلبت، لا قبل قبل باش يدفع لك علاش نطلب فيه. لا انا مانيش نطلب فيه راه تشبثا بالمنصب. او علاش نطلب فيه؟ انا نطلب فيه لاني كلفت في تلك الفترة بفرع كرة اليد، مش كرئيس فرع كما قالوا الناس، لكن الفرع فارغ، مشى سفيان بن صالح والفرع فارغ. من بين زاد من بين الخلافات الكبيرة مع عبد السلام اللي انا جيت في صف سفيان بن صالح وما جيتش في صفه هو، لانه هو كي ابعد سفيان بن صالح طلب مني نعمل ان ايتا دي ليو نتاع الهوند. انا في ليتا دي ليو لا كونكلوزيون وهذه عرضتها قدام اعضاء الهيئه المديره الكل وهم يسمعوا فيا الكل، فهمت؟ جيت انا قلت راه المشكل في رئيس النادي مش في سفيان بن صالح، فهمت؟ الناس كل بهتت. قال لي شنو؟ قلت لهم المشكل في رئيس النادي مش في سفيان بن صالح، سفيان راه قاعد قائم بخدمته. وكي خرج سفيان وانا شفت الامور، سفيان قعد بعد خروجه النزل نتاعو يوفر فيه للاعبين، قاعد يجيب فيه دعم مادي، قاعد فهمت؟ دونك انا في الفتره ذيك وليت لي كوشمار بالنسبه لعبد السلام، ليل ونهار وانا نطلب فيه على مستحقه اللاعبين. كل يوم انا نكلم، ما عادش يحب يهز التليفون، فهمت؟ معناتها انا بعثت له ديز اس ام اس، بعثت له معناتها رسائل كذا، يا رئيس راك ماكش رئيس فرع كرة القدم برك، راك رئيس النادي الافريقي، راهو الهوند عنده عليك حق، فهمت؟ واضح. تعرف اللي انت، انا نعطيك معلومة اللي هي تبكي، الفتيات هزوا بطولة كرة اليد، مانيش باش نحكي على الفلوس، ما هزش تليفون وقال لهم مبروك، رئيس النادي ما هزش تليفون وقال لهم مبروك، ميم با ان كود فيل دو 100 مليم. راك تهز تليفون وتتكلم 100 فرنك. ما هزش تليفون وقال لهم مبروك. هاك شفت النتيجه، تو 4 ملاعبيه خرجوا من البنات. 4 ملاعبيه مشاو. باش تحضر انت في المئوية. فهمت؟ الهوند الامور راك شفت مش ماشيه. ما دام جبت لي على الهوند، قلت لك من نحكيو شويه على الهوند. فتحت توجاني الامور مش ماشيه في الكلوب، فهم لاعبين ما خذوش فلوسهم كيف كيف، لاعبين جدد. فتحت توجاني ومن بين النصائح اللي عطيتهم له انا سفيان قلت له خلي الفريق يصرف.
الانتدابات اللي صاروا هذوكم قلت له ما تنتدبش انت، خلي الفريق ينتدب، الميزانيه اللي مخصصه للهوند خلي الفريق، وانت بعد تلقى روحك عندك معناتها الفوندور والموم تاعك. مسكين اللي عنده حطوا في الانتدابات ما حطش، لا حط الملاعبين ماهمش خالصين سي كامل، حتى انا ناكد لك انا حكيت مع بعض الملاعبين قال لي حتى قيم سيناتيو ما ماخذينش، بعض الملاعبين بعض الاخر اعطاه فلوس، لا لا اعطاه ثم مستحقات من بعد يمكن بعد ما غابوا الجورني الاولى ممكن اعطاه بعد باش يرجعوا يلعبوا. فتحي توجاني اللي عنده اعطاه، لقى روحه تو وقف والفريق ما ثماش فلوس، فهمت؟ انا ناكد لك الراجل راهو كلمه حق نقولها، اعطاه اللي عنده اعطاه، اعطاه فلوس وثم بتبيعها، لانه برشا رو 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 رهيب رو حجم الفلوس اللي مش خالصه في الهوند راهي كبيره برشا، دونك عادي جدا انه باش يلقى روحه واقف. ما تسويتش شويه الامور توا؟ اوكين ايدي صدقني، اوكين ايدي. معناتها انا اخر مره مشيت لصاله الجرجاني بدعوه من فريق الفتيات، كان ثم عيد ميلاد نتاع واحده منهم، عيطوا لي سيتي سامباتيك وكهو، فهمت؟ باش نبدا نحكي شويه على ملف نتاع العلمه، ظهر لي ولا كاين مسلسل انت كل يوم ظهرت هبطنا ستاتيو 24 سبتمبر، قلت منذ ظهور حكايه التحويل البنكي واتهام الجامعه بالتدليس سعيت بالتنسيق مع صديق الى البحث على الحقيقه، وفعلا تمكنا بفضل الله من الحصول على وثيقه ثانيه تثبت ان التحويل موجود، دونك تاكد ان الكلوب بعثت الفلوس. الفلوس تحطت في انا نقول لك شنو صار، مثال باش نحكي عن دقيقه شوي وتجي الاخبار، خاطر الملف مش تاع دقيقه نتاع اكثر من دقيقه، خليه بعد الاخبار تلحق بينا زميلتي ياسما المده باش عندنا اخبار رسمي. اجراءات استثنائيه لاداره شرطه المرور بخصوص سباق الماراثون غدوه. ودونك واضح دوت سويت الاخبار وبعد مواصلين في زون ميكس حتى للخمسه نتاع العشيه. زون ميكس بوك تايم، برنامج الكتب اللي يستضيف لكم كل اسبوع كاتب تونسي او اجنبي يرجع لكم من جديد في نسخته الثانيه بمختلف فقراته اللي تعودتوا بهم. بوك تايم، الباب مفتوح لكل القراء من الجمهور باش ياثوا الحصه هما زيدا كل نهار تحد من الاربعه للخمسه نتاع العشيه. بوك تايم، برنامج الكتب التفاعلي التشاركي مع جسر عيد. اكسبريس اف ام، تزيد في القيمه. الأخبار. مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. بمناسبة سباق الماراثون الذي سيقام يوم غد الأحد 29 من سبتمبر الجاري بضاحية قرطاج، دعت إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق وخاصة متساكني ضاحية قرطاج وسيدي بوسعيد والمرسى إلى تجنب استعمال شارع الحبيب بورقيبة بقرطاج وشارع محمد الباجي قايد السبسي، وذلك بداية من يوم غد من الساعة 8 صباحا وإلى